شخص حارب أو خاض حربا يعرف أنه لا يمكن الحصول على معلومات استخباراتية أكثر مما ينبغي. موضوع القدرة العملياتية للجيش العراقي، الجيش قام بعمل رائع في السنوات القليلة الماضية، ولكنه لا يزال يحتاج، كما قال الرئيس رشيد، يحتاج إلى تدريب إضافي ورعاية ومعدات إلى حد ما. الجزء الذي يصعب فهمه هو أن المهمة الوحيدة لدى القوة الصغيرة ليست القيام بعمليات قتالية وليست القيام بعمليات مكافحة للإرهاب، ولكن عند القيام بهذه المهام الخاصة بتسليح القوات وتدريب القوات العراقية، فإن عناصر شريرة مستمرة في إطلاق النار على المدربين وعلى الناس الذين يقومون بالتسليح والتجهيز. نعم، المعلومات الاستخباراتية مفيدة، وبالتأكيد لن ننقطع 100% عن المعلومات، ولكن عن جزء كبير منها. من ناحية التدريب والتجهيز، هذه القوات ربما تغادر إذا قيل لها أن تغادر. دعونا لا ننسى أحد أسباب أن داعش ليست تهديداً داخل العراق يعود إلى أن القوات الأمريكية تساعد الحلفاء في إبعاد داعش وقصرها على سوريا بدلاً من الهجوم على العراق. إذن بدلاً من هذه الرغبة التي عبرت عنها الحكومة العراقية، ونحن سنغادر كما غادرنا في 2011، ولكن مع التفاهم أنه ستكون هناك تكلفة للقوات العراقية وللعراق لو الدعوة للعمل داخل العراق تم سحبها.